وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر برعاية موقع تعلموا. محدثكم إبراهيم عبد الحميد، طالب بكلية هندسة جمهورية مصر العربية. أرقام التليفونات 016-50-47-329، 017-562-72-96. الإيميلات learnonline1@gmail.com وفهرو جروب@yahoo.com. هنتكلم النهارده مع بعض في موضوع مهم جدا، هو موضوع وحدات التخزين اللي هي الستورج يونتس باللغه الانجليزيه. يعني ايه وحدات التخزين؟ يعني لو حضرتك عندك خزان في البيت، خزان فوق العماره مثلا، الخزان ده له كباستي، يعني سعه تخزينيه، يعني له قدره معينه انه يخزن. مثلا هنفترض ان هو بيقدر يخزن 100 لتر او 200 لتر، ماشي؟ فدي قدرته على التخزين، ما يقدرش يخزن اكتر من كده، خلاص. كذلك اي حاجه في الكمبيوتر ليها كباستي معين او ليها سعه تخزينيه معينه، السعه دي بتقاس بوحدات التخزين اللي هي زي اللتر في الـ في قياس تخزين مثلا الميه او قياس تخزين الموائع او السوائل، زي ما بنقيسها باللتر او زي ما بنحسبها باللتر. هنا احنا بنحسبهم بحاجات تانية هنتفضل نقول عليها دلوقتي. اول وحدة اسمها البايت. يعني ايه بايت؟ البايت دي الوحدة كأنها بالظبط ومربع كده، كويس؟ ده البايت. البايت ده بنخزن فيه وحدة تخزين رقم او حرف او علامة. رقم يعني رقم مثلا زي واحد، حرف زي حرف الايه، علامة زي علامة الاستفهام او علامة التعجب. يبقى هي وحدة تخزين رقم او حرف او علامة، بمعنى ادق هي وحدة جوه كمبيوتر بنخزن فيها الحرف او الرقم او العلامة، ما تسعش غير الحرف واحد او رقم واحد او علامة واحدة، خلاص تمام. فهي واحدة صغيرة جدا، تمام. البايت ده بيكون اصلا من وحدة اصغر اسمها البت، بس مش مهمة اوي البت ديت ان احنا نعرفها. البت ديت ان المربع ده هو رغم ان هو مربع واحد الا انه من جواه متقسم 8 اقسام، هي دي الفكرة. فهو البت اللي هو اصغر من البايت اللي هو تمن البايت، بس الوحدة الاساسية بالنسبة لنا هي ايه؟ هي البايت. بعد البايت في الكيلو بايت. كيلو بايت يعني 1024 مربع من دول، 1024 مربع من دول يعني 1024 بايت، خلاص. بعد كده في الميجا بايت اللي هو 1024 كيلو، مش 1024 بايت، لا 1024 كيلو، بمعنى ان البايت ان الكيلو 1024 بايت والميجا 1024 كيلو، فتبقى الميجا 1024 في 1024 بايت. ازاي؟ لو حبينا نسهل على نفسنا هنقول ان الكيلو بايت ده تقريبا 1000 بايت، بس سيبنا ان ال 24 منهم صغيرين قوي بالنسبه لل 1000، يعني رقم 24 صغير قوي او العدد ده صغير قوي قصاد ال 1000، فاحنا هنهمله ال 24 دول، فهنقول ان هم كانهم 1000، يبقى هنشيل ال 24 ونحط مكانها صفر وصفر، خلاص. يبقى الكيلو كام؟ 1000 بايت. الميجا كام؟ 1000 كيلو، فتبقى الميجا مليون بايت، فتبقى الميجا مليون بايت، خلاص. يعني الكيلو 1000 بايت، نما الميجا مليون بايت. بعد كده نخش في الجيجا. الجيجا بقى مليار بايت، يعني 1000 ميجا بايت، يعني كل واحدة 1000 من اللي قبلها، كل واحدة من دول 1000 من اللي قبلها، يعني كلهم مضاعفات لبعض وكل واحدة 1000 من اللي قبلها، خلاص. فلو حبينا نشبه الموضوع ده تشبيه يسير جدا، نقول ايه؟ ال 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 الوحدات التخزين ديت هدفها الرئيسي ان احنا نعرف مساحات الحاجات اللي احنا مخزنينها على الجهاز، يعني الحاجات اللي انا حاطها على الجهاز. مثلا انا حاطط فيديو او حاطط كتاب او حاطط اسطوانة على الجهاز، فعايز اعرف مساحة الاسطوانة دي قد ايه، فلازم انا ابقى عارف الوحدات، خلاص.
الوحدات دي زيها زي العملة، تمام؟ فأنا أشبه الهارد ديسك بتاعي بالخزنة، دي خزنة بتمثل الهارد ديسك بتاعي، خلاص. الهارد ديسك ده له مساحة معينة، يعني زي الخزنة، الخزنة تقدر تحمل كمية معينة من الفلوس، ما يعني لحد ما تتملي، بعد كده مش هيبقى في حتة تحط فيها. فأنا أشبه البايت أو الوحدات التخزين دي بالعملات، فقلنا البايت ده هو الجنيه، يبقى الكيلو بايت هو الألف جنيه، يبقى الميجا بايت هو المليون جنيه، يبقى الجيجا بايت هو المليار جنيه، خلاص. المليار اللي هو بيقولوا عليه البليون، خلاص. يبقى البايت ده جنيه، ألف جنيه، مليون جنيه، مليار جنيه. وحدة تخزين الهارد ديسك دلوقتي بتتقاس بالجيجا، يعني بتتقاس بالمليار. يعني انا اقول الهارد ديسك بتاعي 80 جيجا، يعني بيوازي 80 مليار جنيه، خلاص. طبعا 80 ده مساحة صغيرة دلوقتي، يعني دلوقتي في 160 و320 و500، بل في 1 تيرا. 1 تيرا بقى اللي هو 1000 جيجا، 1024 جيجا، 1024 جيجا، يعني الجيجا دي نفسها بقت ايه؟ بقت حاجة صغيرة، خلاص. في ظل التفوق والتقدم السريع اللي احنا بن وصلنا له، يعني كان الاول عشان المساحات تتضاعف تاخد وقت كتير، دلوقتي عشان تتضاعف، يعني كنا الاول عشان نعلى من جيجا ل2 جيجا كان الموضوع بيحتاج مثلا قول 6 شهور من الشركات او حاجة زي كده. يعني في تخطيط الشركات، هي الشركات طبعا تقدر تسرع، بس دلوقتي التخطيط بقى سريع والحاجات بقت سهلة والتقنيات بقت كتير. فدلوقتي التيرا فيها هاردات تيرا بايت، تيرا بايت يعني 1024 جيجا، بمعنى ان هي 1000 مليار، 1000 مليار بايت، خلاص. فالهارد ديسك ده متقسم جوه حتت صغيرة، كل حتة اسمها بايت. طبعا في عدد كبير جدا من الاجزاء ديت، او عدد كبير جدا من المربعات، كل مربع منهم بياخد ايه؟ حرف واحد او رقم واحد او علامة واحدة. فمن هنا نقدر نخزن الحاجات. طب واحد يرد ويقول، طب ما هو مش كل الحاجات اللي هتتخزن على الهارد هتكون كتابة، يعني وانا اشرط اخزن على الهارد رقم او حرف او علامة، ما انا ممكن اخزن صوت، او ممكن اخزن صورة، او ممكن اخزن فيديو. بنقول ان كل الحاجات دي في الاخر بتتحول لانها تتعامل معاملة الحرف والرقم والعلامة، يعني مش معنى كده انها بتتحول لحروف وارقام وعلامات، بس كمبيوتر السيستم اللي هو ماشي بيه ما بيخليهوش فرقة معاه قوي هي فيديو ولا كتاب ولا اسطوانة، لكن هو المهم عنده ان هو بيقيسها بالبايت، خلاص، يعني مش فرقة معاه بمعنى ادق. فده الهارد، وعرفنا ان الهارد متقسم من جوه لحتت صغيرة كل واحدة منها اسمها بايت، وبعدين البايت ده له مضاعفات كيلو بايت، وبعدين ميجا بايت، وبعدين جيجا بايت، خلاص. نخش في نقطة مهمة، هي ازاي نعرف بقى المساحات. يعني دلوقتي عندي الجهاز بتاعي عايز اشوف مساحة اي حاجة عليه، عايز اعرف مساحة الحاجة دي كام، يعني مثلا الصورة دي عايز اعرف مساحتها كام، اضغط على كليك يمين وبعدين اختار بروبرتيز، هلاقي المساحة اللي هي سايز، مكتوب قصادها سايز، واحد وسبعين واربعة من عشرة كي بي. يعني ايه كي بي؟ يعني كيلو بايت، كي بي يعني كيلو بايت، ام بي يعني ميجا بايت، جي بي يعني جيجا بايت، خلاص، تمام. طب في سايز وفي سايز اون ديسك. سايز دي مساحته على الهارد، سايز اون ديسك يعني مساحته لو انت حطيته على اسطوانه او حطيته على وسيله نقل، لان بياخد مساحه اكبر شويه، بيبقى مفروض حبه عشان يبقى ينفع تشغله من على الاسطوانه. لو حبينا هنا نشوف المساحات، هنجيب فيوز وهنجيب ديتيلز، هنشوف بقى المساحات. شوف بيقول لي التوتال سايز، هنا التوتال سايز اهو الفري سايز، توتال سايز 14 13 و9 من 10 جي بي يعني جيجا بايت، وبعدين 18 و6 من 10 جيجا بايت، 18 و6 من 10 جيجا بايت، 23 جيجا بايت. دي الفري سبيس، يعني المساحة الفاضية، يعني دي المساحة كلها الفاضي فيها قد كده، خلاص. يبقى ده 9 و33 جيجا بايت. طبعا دي البارتيشنز دي بتتقاس بالجيجا طبعا، لان البارتيشنز دي عبارة عن ان انا بدل ما اتعامل مع الهارد ككتلة واحدة قسمته حتت صغيرة، قسمته 4 اقسام، كل قسم اسمه بارتيشن، السي والدي والاي والاف،
خلاص، فمساحتها بالجيج. لو دخلنا جوه بقى مثلا جبنا فيديوهات اشيت بروبرتيز، هنلاقي المساحة ايه 786 ام بي، يعني 786 726 ميجا بايت. خلاص لو جبنا كتابة نلاقي مساحته نفس الفكرة فيهم كلهم. لو رحنا بقى للملف بتاعنا اللي هو ملف بتاع سنة أولى كمبيوتر، ليك يمين بروبرتيز، هنلاقي مساحة سنة أولى كمبيوتر عندي على الجهاز أو الحاجات المتعلقة بسنة أولى كمبيوتر 1.44 جيجا بايت، يعني 1.44 جيجا بايت. خلاص كويس جدا. هنخش بقى في جزئية تانية في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، وهي ان احنا دلوقتي عرفنا المساحات، بس لسه لحد دلوقتي ما خدناش، يعني هو الهدف من الفيديو ده ان احنا ناخد وحدات التخزين اولا، وده الجزء اللي احنا خلصناه. تاني هدف ان احنا ناخد بعض الخواص اللي موجودة في الملفات، يعني ايه المساحات لو احنا كمبيوتر وضغطنا كليك يمين كده هنجيب البروبرتس اللي احنا كنا فيها حالا، هنضغط كده نجيب البروبرتس. عايزين ناخدهم واحدة واحدة كده ونشوف. جنرال هتلاقي هنا اسم الملف، ممكن اغير اسم الملف من هنا، يعني مثلا انا ممكن بدل ما اعمله رينيم من هنا، بدل ما اضغط عليه واعمله كليك يمين رينيم، اعمله رينيم من هنا. مثلا اكتب سنة بدل اولى سنة تانية كمبيوتر، طبعا كتبت انا انجليزي، احول اللغة الت شيفت سنة تانية كمبيوتر واقول له اوكي اتغير لسنة تانية كمبيوتر. خلاص يبقى انا ممكن اعمل رينيم من البروبرتس كمان، دي اول حاجة. تاني حاجة في البروبرتس بيقول لي طيب نوع الحاجة دي ايه، قال لك فايل فولدر. طب لو جبنا هنا الحاجة الصوت ديت كليك يمين هيكتب لي ايه ام بي 3 فورمات ساوند، يعني التايب بتاعها ام بي 3، نوعها ان هي ساوند، ان هي صوت، وام بي 3 امتدادها ام بي 3. خلاص يبقى الحكاية دي بتختلف من حاجة لحاجة. اوبن ويز هنا يعني بتشتغل ببرنامج ايه، انت مخليها تشتغل ببرنامج ايه، ويندوز ميديا بلاير. خلاص تمام. الحاجات الباقية بقى مشتركة في الاتنين. اللوكيشن موجودة فين، موجودة في بارتيشن الاف. هنا بقى هنلاقي الامتداد بتاعها طويل شوية، او قصدي المسار بتاعها طول شوية، موجودة في السي، في قلب الدوكيومنتس، في قلب ابراهيم عبد الحميد، في قلب الديسكتوب، يعني هي في الاخر موجودة على الديسكتوب، بس ده مكان الديسكتوب، ده كله مكان الديسكتوب على الجهاز. السي وبعدين دوكيومنتس وبعدين اسم الجهاز اللي هو ابراهيم عبد الحميد، وبعدين ايه موجودة في الديسكتوب. خلاص بدل اللوكيشن بتاعها يعني مكانها في الجهاز. السايز والسايز اون ديسك، قلنا السايز ده مساحته على الهارد، السايز اون ديسك مساحته لو حطنا لو وضعناه على اي وسيلة ايه، على وسيلة تخزين ثانوي او اي وسيلة نقل زي الاسطوانات وزي مثلا الفلاشات او حاجة زي كده. خلاص هو بيتفرد سنة يعني، خلاص بل ممكن مساحته تبقى ايه زي التانية تقريبا، مفيش فرق في احيان كتير، يعني هنا 1.44 وهنا 1.44، بس احيانا بتفترق في واحد ميجا ولا حاجة. خلاص كونتينز 107 فايل و6 فولدر، يعني جواه 107 فايل، ده سنة اولى كمبيوتر و6 فولدرات. لو فتحنا سنة اولى كمبيوتر كده هنلاقي 6 فولدرات اهم، 1 2 3 4. الفولدرات دي جواها فايلات زي مثلا الصور، كل صورة اسمها فايل. خلاص يبقى كل صورة اسمها فايل، الصور ديت كل واحدة اسمها فايل، فاللي هو عدي الحاجات اللي جوه الجهاز اللي جوه جوه سنة اولى الكمبيوتر لقى 107، ولقى فيهم 6 فولدرات اللي هم الستة الصفر دول. ماشي. بعد كده كرييتد، يعني انا عملت الفولدر ده امتى، فقال لك مانداي فبراوري 2000 فبراير 2 2009، يعني يوم 2/2/2009 مانداي. ماشي. بعد كده الاتريبيوتس ديت، الاتريبيوتس يعني الملف ده انت عايز تعمله ريد اونلي ولا هيدن ولا ارشيف. بغض النظر عن ايه ريد اونلي وايه هيدن وايه ارشيف، دلوقتي احنا عايزين نتكلم بس في هيدن، لان اكتر شخصيه فيهم مهمه هي الهيدن. ايه هي الهيدن بقى؟ ان الملف ده انا عايز اخفيه، يعني انا لو عايز اخفي سنه اول كمبيوتر هعلم على الهيدن،
هنبقى نرجع يعني ايه ريد اونلي ويعني ايه ارشيف بعدين، بس دلوقتي احنا نركز في موضوع الهيدن. الهيدن هعلم عليه صح واقول له ابلا، هيقول لي انت عايز تخبي هيدن دي يعني يخفي يعني ما تبقاش ظاهره للعين، عايز تخفي سنه اولى كمبيوتر بس ولا سنه اولى كمبيوتر تخفيها وكمان الحاجات اللي جواها تبقى مخفيه؟ بمعنى ايه؟ ما لو سنه اولى كمبيوتر مخفيه الحاجات اللي جواها كده كده انا مش هشوفها لان هي سنه اولى كمبيوتر مخفيه، بس الكمبيوتر بيفرق ما بين الاتنين، يعني ممكن تخفي الحاجه وما تخفيش اللي جواها. يعني ايه ما تخفيش اللي جواها؟ يعني فرضنا ان هو له طريق، مش له طريق تاني، فرضنا ان انت اظهرته بعد كده. هنشوف اتضح بالمثال اتضح المقال. هنقول اوكي نطلع بقى من سنه اولى كمبيوتر. شوف هنا سنه اولى كمبيوتر الحاجات اللي جواها مخفيه لان انا طبقت الحاجات طبقت الخاصيه عليه، لو خرجنا مش هنلاقي سنه اولى كمبيوتر اصلا، سنه اولى كمبيوتر كان مكانها هنا مسحت. كويس، طب انا عايز اظهرها، اقول له تولز فولدر اوبشنز فيو شو هيدن فايلز، يعني ايه خلي الحاجات المخفيه ظاهر. كويس، هتلاقي سنه اولى كمبيوتر باهته، لو دخلنا جواها هنلاقي الحاجات اللي جواها باهته. انما لو كنت اخترت الخيار التاني وانا بخفيها وقلت له ما اطبق الحكايه ديت على سنه اولى كمبيوتر بس وما اطبقهاش على الحاجات اللي جواها، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هرجع نظر سنه اولى كمبيوتر واوريكم واوري لحضراتكم. دلوقتي سنه اولى كمبيوتر مظهور باين، هنقول له ابلاي تشينجز بدل تو ذيس فولدر اند سب فولدرز، يعني سنه اولى كمبيوتر والحاجات اللي جواها لا تو سنه اولى كمبيوتر بس. قول له اوكي، شوف سنه اولى كمبيوتر مخفيه اهي، هي اصلا مخفيه بس انا مخليها باينه لان انا قلت له ايه وريني الملفات المخفيه، الحركه اللي احنا جبناها حالا من تولز دي. لو دخلت جوه سنه اولى كمبيوتر هلاقي الحاجات اللي جواها ظاهره، الحاجات اللي جواها مش باهته. هو ده الفرق ما بينهم، ما بين الحالتين اللي احنا قلنا عليهم، على ممكن تبقى سنه اولى كمبيوتر باهته واللي جواها باهت برضه، وممكن تبقى سنه اولى كمبيوتر باهته واللي جواها مش باهت زي الوضعيه اللي قدامنا ديت. خلاص، طب لو انا عايز ارجع سنه اولى كمبيوتر تبقى طبيعيه اقول له بروبرتيز واشيل هيدن من قدامها واقول له اوكي واقول له هنا اوكي. خلاص، ودي سنه اولى كمبيوتر ظهرت ولا في اي حاجه خالص، كان مفيش حاجه حصل. كمان ممكن اطبق الموضوع ده هنا، طبعا هنا في الحاجه للصوت او في الملف نفسه في كرييتد وموتيفيتد واكسس، يعني ايه كرييتد؟ دي يعني انت عملته امتى، موتيفيتد يعني انت عدلت فيه، اكسس يعني انت وصلت له او شغلته امتى، اخر مره وصلت له شغلته فيه يعني النهارده مثلا، ايه النهارده 12 فبراير انا اخر مره شغلت البتاع ده هو كان النهارده فعلا الساعه 9:07 دلوقتي الساعه 9:47، يعني مشغله من نص ساعه او من 40 دقيقه. خلاص، من هنا ممكن اغير البرنامج اللي بيشغل الحاجه دي، يعني ممكن لو انا عندي برنامج تاني اغيره من هنا واقول له اوكي مثلا ده برنامج ميديا بلاير كلاسيك بيشغل برضو، اقول له برنامج ميديا بلاير كلاسيك واقول له اوكي واقول له ابلاي، يبقى بدل ما كانت بتشتغل بويندوز ميديا بلاير هتشتغل ميديا بلاير كلاسيك. اهو اشتغل بايه؟ بالميديا بلاير كلاسيك، بدل ما اشتغل بويندوز ميديا بلاير. خلاص، نرجع نكمل بقيه البروبرتيز بتاعت سنه اولى كمبيوتر. طبعا اللي بيطبق على سنه اولى كمبيوتر بيطبق على اي فولدر تاني في الهارد كله. ديت شيرنج ديت يعني ان انا اشارك الملف ده على الشبكه. يعني ايه اشارك الملف ده على الشبكه؟ يعني خلي الملف ده متاح لزملائي اللي على الشبكه. هي ايه الشبكه اصلا؟ شبكه يعني مجموعه اجهزه الكمبيوتر متوصله ببعض. كويس، زي ما احنا موصلين شبكه مع بعض، يعني احنا جهاز الكمبيوتر بتاعي متوصل بتاعك مثلا، جايبين نت مشترك، جايبين خط نت مشترك، فجهاز الكمبيوتر متوصل بتاعي متوصل بتاعك متوصل بتالت واحد، كلنا متوصلين مع بعض. خلاص، فانا ممكن اشير لك حاجه، يعني اخليها مشاركه بالنسبه لك، بمعنى انك تدخل على جهازي اديك امكانيه لانك تاخد الحاجه دي من على جهازي تحطها على جهازك،
او تشغلها من على جهازي على جهازك، لكن هي مش موجوده عندك. خلاص، يبقى دي مشاركه، ان الاجهزه تبقى داخله في بعضها، يبقى انا اقدر اخش عندك وانت تقدر تخش عندي، هي دي الفكره. فده فكره للشيرنج، مش هنتكلم فيه دلوقتي، هنأجله للجزء بتاع النت او للجزء بتاع الشبكات او اللي احنا هنتكلم فيه في قدام ان شاء الله. بعد كده الكاستمايز، اول حاجه في الكاستمايز، وات كايند اوف فولدر دو يو وونت، يعني ايه نوع الفولدر، الفولدر اللي انت عايزه. الفولدرات انواع، ففي منها الدوكيومنتس اللي هو العام، وفي منها بتاع البيكتشرز، وفي منها بتاع الفوتو البوم انت عامل البوم صور، وفي منها ميوزك، كذا نوع من الميوزك، مرتبه تبع البلاي ليستس، ولا مرتبه تبع الارتست، ولا مرتبه تبع الالبوم، ولا تبع الفيديوز، ولا عامله فيديوز. فيديوز يعني صور، الميوزك البوم يعني حاطط كل البوم مع بعضه، الارتست حسب المغنيين، الميوزك حسب البلاي ليستس، ده حسب البلاي ليستس، حسب ما انت عامل بلاي ليستس. بلاي ليستس يعني قائمة من الحاجات الصوتيات اللي انت بتحب تشغلها ورا بعض، يعني بتحب تشغلها مع بعض، مثلا 10 انت هتشغل دي بحيث ان دي تشتغل، دي تخلص التانية تبدأ، دي تخلص التانية تبدأ، دي اسمها بلاي ليست، يعني قائمة تشغيل. خلاص، طبعا الكلام ده ميهمناش في حاجة، لان هي ما بتفرقش اصلا في اي حاجة، يعني عادي خالص الخاصية دي، تمام. بس انت لو غيرت النوع ده هتلاحظ فيه تغير، يعني مثلا قلت له انا الكمبيوتر ده فيديو، قلت له ابلاي، خش على سناب كمبيوتر بقى تلاحظ ايه الفرق، جاب لي علامة الفيديو هنا، وبعدين جاب لي خاصية الفيديو، خاصية الفيديو اهي اللي هي فيديو تاسكس، مهام الفيديو، اللي هو بلاي اول وكوبي تو سي دي. بلاي اول يعني شغال لي كل الفيديوهات اللي في الفولدر ديت مع بعض، كوبي تو كوبي اول ايتمز تو سي دي يعني نسخ للحاجات اللي موجودة ديت جوه اسطوانة، سخلي على اسطوانة. خلاص، فده مش فارق معانا في حاجة، يعني لا العلامة ديت ولا الخاصيتين دولت فارقين معانا في حاجة، لان احنا نقدر نعملهم بطرق تانية. خلاص، بس احنا عرفناها برضو، هرجعه اقول له دوكيومنتس كويس. بعد كده في تشوز بيكتشر، تشوز بيكتشر وريستور، ريستور ديفولت يعني رجعها لوضعها الاصلي، اللي هو الوضع اللي هي الجهاز معمول عليه اصلا، يعني ريستور اي حاجه اشوف فيها ريستور ديفولت يعني رجعها لوضعها الاصلي. خلاص، تشوز بيكتشر يعني اختار صوره معينه، انا مثلا اخش جوه ماي ريسنت دوكيومنتس ديت، قصدي ماي دوكيومنتس، لا سيبك من ريسنت، خلينا في ماي دوكيومنتس، واخش جوه ماي بيكتشر، واخش هنا واخش اختار دي صوره واقول له اوبن، هختار صورة، الصورة اللي هي زي ما احنا شايفينها هتبقى صورة سنة أولى كمبيوتر، وأقول له أبلاي. طبعا الصورة مش هتظهر لأن أنا مخليها في وضعية الأيكون، لو أنا عايز أخليها في وضعية الصور هخليها ثامب نيلز وأنزل أهي سنة أولى كمبيوتر في وضعية الصور، فالصورة ظاهرة عليها. لو رجعت كده هتبقى في وضعية الأيقونات، كل الوضعيات بتظهر أيقونات ما عدا أول وضعية ديت هي اللي بتظهر الصور. خلاص، لو رجعنا الوضعيه دي هتلاقي ان في هنا مثلا تعليم اوتوكاد، تعليم اوتوكاد ده جواه فيديوهات، دي افلام فيديو تعليم اوتوكاد 2009، فهلاقي هو جايب لي اول لقطه من ايه، من 3 4 فيديوهات بيختارهم عشوائي، بحيث ان هو يفكرني ان ده في فيديوهات، هي دي نفس الفكره. كذلك هنا في شويه صور في موسوعه التدعيم والترميم دي، في هنا شويه صور. خلاص، كنا بنقول ايه، نرجع نروح لسنة اولى كمبيوتر. لو احنا عايزين بقى نغير الايقونة، الايقونة دي مش عجباني، طبعا الستور ديفولت كل حاجة هترجع لوضعها الاصلي، هيرجع للصورة الاصلية بتاعتها، لو قلنا له ابلاي هتلاقي بعض اللقطات من الحلقات السابقة من سنة اولى كمبيوتر، حلقات الفيديو اللي انا مسجلها موجودة معمولة خلفية، اللي هي دلوقتي اسمها سنة تانية كمبيوتر. بعد كده نقول له تشينج ايكون، تشينج ايكون، نقوم ضاغطين عليها ومختارين الايقونه اللي عجبان، اوكي بقت دي ايكون، طبعا مش هتظهر غير لو جبناها في اي وضعيه من وضعيات الايقونات. خلاص، شكلها ضايع. خلاص، يبقى احنا كده استعرضنا اهم الفايل بروبرتيز اللي ممكن نستعرضها في الجهاز. اهم حاجه في الموضوع ده هو موضوع الهيدن، ازاي اخفي ملف،
فقلنا ازاي اخفي ملف، اضغط عليه كليك يمين وبعدين بروبرتيز وبعدين اقول له هيدن وبعدين اقول له ابلاي يعني اخفيه، هيقول لي اخفيه واخفي الحاجات اللي جواه يعني خليه هو مش باين والحاجات اللي جواه كذلك، اقول له اوكي خلاص وبعدين اقول اوكي، وبعدين اجي من هنا اتاكد ان انا بقول له دونت شو يعني ما تورينيش الحاجات المخفيه، شو يعني وريهاني، يعني هنا الحاجات المخفيه بتبقى ظاهره في الخيار اللي تحت، في الخيار اللي فوق الحاجات المخفيه بتبقى مش ظاهره، فانا عايزها مش ظاهره فاقول له ابلاي، هلاقي سنه اولى كمبيوتر ملهاش وجود اختفت، طب انا عايزها تظهر تاني اقول له شو اقول له ابلاي. الحاجات دي بتطبق على كل الملفات المخفيه، يعني مثلا لو انا عندي الجهاز فيه 100 ملف انا خفيت 50 فيهم وقلت له دونت شو، ال 50 مش هيبانوا، لو قلت له شو ال 50 هيبانوا قدامي باهتين كده لونهم باهت، فاضغط عليه كليك يمين اقول له مثلا شو وبعدين اقول له ابلاي وبعدين اجي هنا اضغط عليه كليك يمين، مش راضي طبعا لان لازم اقفل النافذه، اضغط عليه كليك يمين واشيل الهيدن، اشيل علامه الصح من قدام الهيدن، اضغط عليه كليك شمال واقول له اوكي واقول له اوكي، كده الهيدن بقت ظاهره. طب بقيه الحاجات الهيدن اللي عندي على الجهاز، انا عندي حاجات هيدن ده مثلا تبع الاي في جي تبع الانتي فايروس اللي عندي ملف هنا اهو، فاقول له تولز فولدر اوبشنز فيو، اقول له اخفي بقى اي حاجه زي ده زي تبع اللي تبع الاي في جي ده، اقول له ابلاي، يبقى كده مش موجود عندي ظاهر غير الحاجات الظاهره بس. لو بصيت تحت كده في الستاتس بار، طبعا ممكن بعض الناس ما يكونش ظاهر عندها الستاتس بار ده، بيظهر من ان انا اقوم ضغط على فيو معلم صح على هنا وبيختفي بنفس الطريقه خلاص، هلاقي عندي 72 اوبجكت، يعني البارتيشن ده اللي هو بارتيشن اف فيه 72 اوبجكت بلس واحد هيدن، في واحد بس فيهم هيدن، يعني انا ممكن بمجرد نظر على الستاتس بار اللي هو الشريط الحالي اللي تحت ده اعرف اذا كان عندي في حاجات هيدن ولا لا، يبقى انا بسيط هنا الاقي بلس واحد هيدن، يعني في واحد بس هيدن، لو انا عملت كمان واحد هيبقوا اتنين خلاص. اظن كده الموضوع بقى واضح، لو حبينا نشوف اذا كان في حاجه كمان نسيتها ولا حاجه، خلاص لو جبنا كمان فايل تاني اي حاجه لها بضغط عليها كليك يمين، اي حاجه في الجهاز بضغط عليها كليك يمين واجيب البروتز بتاعتها، نفس الكلام مفيش هنا جديد، عرفنا يعني كرييتد يعني يوم ما انا عملته، موديفايد يعني انا بعد ما عملته جيت بعدها بيومين قعدت اعدل فيه واغير فيه، اكسس يعني اخر مره دخلت عليه. السما دي ملخص البيانات اللي موجوده لي عن الملف ده، يعني هنا المفروض التايتل والسبجكت واليوثر، التايتل اللي هو العنوان، السبجكت اللي هو موضوع بيتكلم عن ايه، اليوثر اللي هو المؤلف، لكن طبعا الحاجات دي بتبقى فاضيه لان انا مش مالي او لان اللي عامل الملف ما ملهاش. خلاص شكرا لكم على حسن استماعكم، اتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا معانا فكره وحدات التخزين وشفتوا كمان موضوع البروبرتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.